السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات.com. زي ما احنا عارفين ان اللارافيل بيتيح لك ان انت تنشئ نظام عضويات متكامل او اوثنتيكيشن متكامل من خلال الامر اسمه بي اتش بي ارتن سيرف، فهو بيكريت لك اللوجن والريجستر والريسيت باسورد والكلام ده كله. طيب تعال ناخد نشوف مشكلة ونعرف حلها هنعمله ازاي. المشكلة ايه؟ انا عندي هنا مثلا لارافيل اهو، ومشغل وشغل عليه موضوع الاوثنتيكيشن بتاعت اللارافيل. لو رحت على اللوجن هنا بتاعي قلت له مثلا عايز اللوجن، ورحت حاطط له حرف واحد في الباسورد قلت له لوجن، فهنا هو ما ادانيش ايرور ان انت لازم تدخل اكتر من 6 حروف في الباسورد بتاعك. فبالتالي انا عايز اعدي النقطه زي دي. نقطه زي كده غلط طبعا، ان يبقى انت سامح بحرف واحد في الباسورد بس. عايز اعدل على الكلام ده. عشان اعدل على الكلام ده لازم اعرف اللارفل بيخزن فين الدواء اللي تتعامل مع عمليه اللوجن والريجستر والكلام ده كله. تعالوا نعرف المسار بتاعها ونعدل عليها. طيب تعالوا نروح هنا على ال PHP Storm بتاعي، هروح على ال Vendor، من ال Vendor هروح على ال Laravel، من ال Laravel هروح على Framework SRC Foundation. Foundation هلاقي حاجة اسمها Auth. الأوث دي هلاقي فيها كل الدوال والملفات اللي بتتحكم فيه كل ال Authentication عموما، سواء ال Login أو Register أو Reset لل Password. طيب الملف اللي بيتحكم فيه عمليات اللوجن اسمه ال Authenticated User. الملف ده عبارة عن تريت، لو بصينا فوق هتلاقيها عبارة عن تريت، تمام؟ ولو رحنا هنا أصلا في الآب في الـ HTTP في الـ Controllers في الـ Auth في الـ Login Controller، لو بصينا هنا في الـ Controller اللي بيتحكم في عمليات اللوجن أصلا هنلاقي إن هو عامل هنا Use للـ Authenticated Users، اللي هو الملف اللي إحنا لسه فاتحينه اللي هو التريت ده، تمام؟ الملف ده بيتحكم في كل حاجة متعلقة باللوجن، من أول لما اليوزر يطلب صفحة اللوجن إيه اللي هيشتغل؟ أنهي فيو هيشتغل بالظبط؟ لحد عمليه اللوج اوت زي ما انتم شايفين كده اللوج اوت. فانت ممكن تتحكم في كل حاجه من خلال الملف ده. طيب احنا عايزين نعدل في ايه؟ عايزين نعدل بس ان اليوزر بدل ما يقدرش يدخل باسورد اقل من 6 حروف، تمام؟ فلو قلبنا هنا في الملف هنلاقي هنا داله بتهندل موضوع الفاليديشن اسمها فاليديتد لوجن. الفاليديتد لوجن دي بتتحكم في الداتا اللي جايه لي من الفورم بتاع اللوجن، تمام؟ فانا هقول له هنا في الباسورد بعد اذنك هنا لازم يكون المين 6 حروف. فروحت عملت له ريفرش تاني او عملت له دخلت له 3 حروف مثلا تو لوجن، قال لك لا بس استنى يا معلم انت لازم تدخل 6 حروف، تمام؟ فهنا الفاليديشن اشتغل، تمام، جميل جدا جدا. طيب في طريقه تانيه احسن من كده. ايه الطريقه التانيه؟ ان انا هاخد الفانكشن دي كده كوبي، تمام، واحطها في اللوجن كنترولر فور. ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ كده انا عندي الفانكشن اسمها فاليديت لوجن دي موجوده مرتين، مره في الكنترولر بتاع اللوجن ومره في التريت بتاع الاوثنتيكيتد يوزر، تمام؟ طب انهي اللي هتشتغل؟ اللي هتشتغل اللي موجوده جوه الكنترولر. ليه؟ لان انا هنا انا عامل يوز للتريت، تمام؟ فانا عامل هنا يوز للتريت والفانكشن دي موجوده هنا جوه الكنترولر وموجوده هنا جوه التريت، لا بتاعت الكنترولر اللي هترن الاول، هتعمل اوفر رايت على الفانكشن الثانيه ودي اللي هترن. بدليل انا لو جيت هنا قلت له هنا المين 6 حط لي 6 حروف اقل حاجه، طبعا هنا في ايرور لان الريكوست ده المفروض هنا يكستند اللي هو الايمينيت الايمينيت اتش تي تي بي اهو بالشكل ده، لازم تعمل يوز يعني فوق كده للاتش تي تي بي ريكوست. طيب هقول هنا 6، لاحظوا معايا ان هنا في الكنترولر بتاع اللوجن انا محدد له 6 حروف، انما في التريت انا مش حاطط اي حاجه، تمام؟ طيب لو رحت هنا عملت 3 حروف فوق اللوجن هيقول لك برضه موضوع 6 حروف. موضوع 6 حروف ده معناه ان الفانكشن بتاعت الكنترولر هي اللي اشتغلت، كلام جميل جدا جدا. فاصبح انا عندي ممكن اخد اي فانكشن من الفانكشنز اللي موجوده هنا كلها، اي فانكشن ايا كانت ايه، واعيد كتابتها وصياغتها هنا في الكنترولر بتاعي، تمام؟ يعني مثلا فرضا هنا في فانكشن بتتحكم في الفيو اللي هيظهر لليوزر لما يخش على اللوجن، فبيقول لك روح على الاوث لوجن، صح؟ تعال ناخد الفانكشن دي كده كوبي واحطها في اللوجن برضه هنا اهو بالشكل ده، واقول له هنا بدل ما تروح على الاوث لوجن روح لي على اي كلام. فالمفروض لما اعمل ريفرش يديني ايرور لان اي كلام ده مش موجود اصلا عندي على السيستم. فنعمل هنا ريفرش، فعلا اداك ايرور، هو زي ما انتم شايفين بيقول لك ان الفايل فيو فايندر ما لقاش الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده. طبيعي جدا، انما لو قلت لي ان اوث هيرجع لي بيه ال ايرور برضه، لان مفيش حاجه اسمها اوث، المفروض اسمها لوجن، المفروض كده يرجع لصفحه اللوجن، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. فانا اي فانكشن
موجودة هنا، ممكن استخدمها في اللوجن كنترولر واعدل عليها. طيب ما يكون مثلا عامل ايه تاني؟ ممكن اخد مثلا اللوج اوت مثلا، من الحاجات اللي في ناس كتير بتحب تعدل عليها، اللي هو بعد ما اليوزر يعمل لوج اوت يروح فين؟ اهو ممكن تقول له مثلا بعد ما يخلص روح لهم مثلا، مطرح ما انت عايز وديه. فانا كده قدرت اعمل اوفر رايت على اي فانكشن، ونفس الفكره. تمام، في حاجة تانية بقى زي مثلا ايه، زي انت الريسيت باسورد، هتلاقي هنا مثلا تريت اسمه ريسيت باسورد، برضه نفس الفكره، ممكن تتحكم في الـ في الـ في القصه بتاعته، في الدوال بتاعته برضه، هتلاقي برضه هنا فوق في هنا حاجه اسمها ريسيت باسورد، في الكنترول في كنترول اسمه ريسيت باسورد، تاخد اي فانكشن من ريسيت باسورد تريت تو اوفر رايت عليها هنا في القصه بتاعت الريسيت باسورد في الكنترول. هتلاقي برضه هنا الريسيت باسورد كنترولر بيوز اللي هو التري بتاع الريسيت باسورد. تمام، فانت ممكن اوفر رايت اي حاجه هنا. طيب ده كان بالنسبه للنقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، وفي ناس كتير اتكلمت عن ان احنا نشرحها ازاي يعدل على الفانكشنز والتوابل بتاعه اللوجن والكلام ده كله. فدي الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.